السلام عليكم. اليوم نروحوا للمدينة تاع رويبة لنقف على الأشغال نتاع المسبح الأولمبي اللي راح قيد الإنشاء إذن في مدينة رويبة، وهنا نشوفوا المدينة تاع رويبة وسوف نقترب من الورشة نتاع الأشغال نتاع المسبح الأولمبي. هنا نشاهد ملعب تاع رويبة، وهنا في عقار هذا نشاهد اشغال نتاع المسبح الاولمبي لمدينة رويبة. اذا هذا هو، نشوف الطول ديالو باش نتأكد انه مسبح اولمبي وليس مسبح نصف اولمبي. اذا كان فيه 50 متر فهو مسبح اولمبي. هنا نشوف انه الطول ديالو هو 50 متر. اذا هذا مسبح اولمبي مغطى يقع في إذن في مدينة رويبة، وسوف نشاهد صور تاع الأشغال هذه اللي أخذت البارح في آخر العرض هذا تاع جوجل أرت. إذن بدون ما نطول عليكم نجوز باش نشوف الصور نتاع المشروع هذا اللي سوف يعزز الإمكانيات نتاع ولاية الجزائر العاصمة في الهياكل الرياضية، ونحن سعداء أنه المشروع هذا يخرج عن نطاق مشاريع كرة القدم. إذن لابد أن تكون فيه مشاريع في رياضات أخرى بهذا الحجم. وسوف نشاهد صور نتاع التصميم نتاع المسبح الأولمبي هذا لتعتبر رائعة. أترككم مع الصور والسلام عليكم.